فريق البطايح ما شاء الله عليه أحرز لقب، أول لقب له طبعا، لقب كرة قدم الصالات اللي هي لبطولة كأس الاتحاد. يعني من الفرق، فريق البطايح من الفرق اللي تنافس الحقيقة في كرة قدم الصالات، وكانت عندهم استقطابات طيبة. بالإضافة والله اللي أبهروني فيه الصراحة كانت لهم أول مباراة رسمية مع الحمرية، فازوا على الحمرية 3 أتوقع 3-1 شيء كذا. فأشوف عندهم نشوة ما شاء الله فريق البطايح. معانا الحين سعيد مطر الطنيجي مشرف الفريق الأول لكرة القدم وكذلك للألعاب الجماعية في نادي البطايح. أستاذ سعيد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو سلطان. كيف حالك؟ طيب؟ إيه طاب حالك يا أخوي، حالك الله بخير. الله يسلمك ويطول بعمرك، نبارك لكم الفوز طبعاً في أول مباراة رسمية لكم كفريق أول، بالإضافة كذلك حصولكم على بطولة الاتحاد لكرة قدم الصالات، كذلك البطولة الأولى لكم في هذه اللعبة. الله يبارك فيك يا رب العالمين، هذا مبارك للجميع، الإمارة كاملة، لأن فوز البطايح فوز الإمارة كاملة، يعني ما في فرق طال عمرك. الله يسلمك. كيف حضرتوا الفريق؟ كيف كانت تجهيزاتكم؟ دخلتوا البطولة هذه فعلا للمنافسة، ولا كان هدفكم فقط انكم تكونون يعني مشاركين او موجودين نقول فريق وسط؟ لكن ما شاء الله شفنا البطايح يعني وضع تغير. انا اشوف بعض المباريات لكم في الصالات، وخاصة المباراة الأخيرة فزتوا وخذتوا البطولة، لكن حتى النتيجة كانت ثقيلة. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول في البداية نتوجه بالشكر والعرفان لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة لدعم لنادي البطايح خاصة وأندية الإمارة عامة واهتمام سموه بأبنائه بالمجال الرياضي والثقافي. والشكر طال عمرك موصول للمجلس الرياضي برئاسة الشيخ فخر القاسمي والأمين العام الأخ عيسى هلال ورئيس مجلس إدارة نادي البطايح وأعضاء مجلس الإدارة. وهاي طال عمرك ثمرة اهتمام سمو الحاكم في نادي البطايح خاصة. الفريق هذا عد طال عمرك من 3 سنين تقريبا، في أول موسم حصلنا على المركز الخامس وبدينا نطمع في مركز متقدمة. من استقطابات أول شيء اللي اعتمدنا على الله في كل شيء، على الجهة الفنية المواطنة فنية وإدارية. من ثم طال عمرك الموسم الثاني حصلنا على المركز الثاني، طمعنا السنة في المركز الأول، ما يمنعنا ننافس على المركز الأول. يا سلام. هاي الثمرة طال عمرك من التخطيط السليم تكاتف الإخوان أعضاء مجلس الإدارة كلنا على قلب واحد. فهذه ثمرة الحمد لله نتيجة العمل ومجهود الفريق. طال عمرك بدأ العام ينافس على المراكز الأولى لآخر جولة تقريبا. فالحمد لله السنة يعني كان إعداد زين له، باين من الإعداد أن نحن نبقى بطولة. وغير هذا كذلك في استقطابات كانت لكم للاعبين مميزين من الأساس، يعني في اللعبة نفسها. سادي الفاضل بدينا استقطاب عندنا اللعيبة قبل، ضفنا عليهم لعيبة شباب ولعيبة خبرة. يوم يكون عندك جيلين، جيل شباب وجيل خبرة، تكون الثمرة نجاح 100%. فالحمد لله يعني في استقطابات من بعض الأندية، وفي لعيبة عندنا نحن موجودين من العام الحمد لله. فكان اجتهاد من المدرب ومن الجهة الفنية والإدارية والإدارة، وهي استمرت نتيجة طال عمرك التعب. نعم. زين، نسير للفريق الأول، فريق جديد ويمكن ما كملتوا أشهر على 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 يعني إشهار الفريق الأول وكذلك الاستعدادات. كلمني كيف استعديتوا لهذا الموسم؟ هذه أول نقطة. النقطة الثانية، ليش شاركتوا في دوري الدرجة الأولى كفريق أول؟ وشو كانت استقطاباتكم وكيف تديرون العملية هذه؟ لأنها فعلا صعبة شوية نوعا ما أنك أنت يكون عندك فريق جديد وتستعد وتتعاقد مع مدربين ولاعبين، وأنك تستعد كذلك من ناحية المعسكرات وغيرها من الأمور. نحن طالع منك من تم مباركة سمو الحاكم، تحركنا على طول، بدينا باستقطاب المدرب، تعاقد مع مدرب، ومن ثم بدينا عملنا فريق عمل لجلب اللعيبة بالإضافة للعيبة النادي الموجودين عندنا أبناء النادي. تم الإعداد الفريق الأول لله الحمد بشهر 7، إعداد داخلي،
ومن ثم تم عمل بعسكر خارجي بجمهورية مقدونيا من 22/8 إلى 12/9. تضمن تدريب صباحي ومسائي، وخاض لله الحمد الفريق 5 مباريات قوية خارج الإمارات. ومن رجعنا الحمد لله أخذنا مباراة واحدة ودية مع فريق جبال الحصن، ودخلنا على بطولة الكاس. بطولة الكاس طال عمركم مجموعة، نحن نتكون من نادي الحمرية ونادي الإمارات، أندية عريقة، ونادي العربي ونادي مسافي. نعم. فالحمد لله يعني هناك منظومة طال عمرك متكاملة بالنادي، موزعين الأدوار، كل واحد يعرف مهامه وواجباته. الحمد لله يعني إن شاء الله بشركم في النتائج بتكون أفضل إن شاء الله. كيف مستعدين للمباريات الجاية كذلك أخوي سعيد؟ من ناحية طال عمرك الاستعداد مباريات، من أي ناحية طال عمرك؟ فريق كرة القدم، الفريق الأول. الفريق الأول طال عمرك تدريب يومي. عندنا مباراة الحين يوم الجمعة إن شاء الله عملنا. مع الإمارات أتوقع عندكم صحيح؟ فريق ترى قوي وياي من دوري المحترفين. كلهم فرق قوية وكلهم لهم الاحترام والتقدير. بدينا طال عمرك مع الحمرية وثاني مباراة مع الإمارات. نعم. أبشرك إن شاء الله نادي البطايح لها إن شاء الله بإذن الله. الأخوة شادين حيل، مستعدين استعداد طيب إن شاء الله بإذن الله. تدريب يومي وانتظام والتزام من جميع الأجهزة الفنية والإدارية، والحمد لله يعني استعدادنا استعداد طيب يعني. بإذن الله. طموحكم كنادي البطايح، أو أتكلم عن فريق البطايح لكرة القدم، شو طموحكم هذا الموسم؟ طموحنا أبو سلطان إن شاء الله المشاركة المميزة إن شاء الله. والنتائج عند الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب. صادق. بس نحن نشتغل ونجتهد والباقي على الله سبحانه وتعالى. ما نوعد بطولة ونوعد بشيء، لا بنشتغل. وكل شيء في وقته. وبعدكم يعني أول سنة لكم، أول مشاركة لكم، يعني ما أتوقع أن حتى أهالي المنطقة ممكن يطالبونكم أنكم تصعدون، أو ممكن المنافسة، لأن هي أول مشاركة طبعا. بالضبط يا سيدي، أول مشاركة طال عمرك، وإن شاء الله تكون مشاركة مميزة ومشرفة بإذن الواحد لحد. في عمل في النادي الحمد لله، يعني نحن نهتم بالناشئين، اهتمام بأبناء المنطقة، تواصل مع أسرهم، مدارس، ومتابعة مستمرة مع الأهالي، عمل محاضرات بسلطان تثقيفية سواء رياضية أو سلوكية أو دينية. في اهتمام يعني في النادي الحمد لله، في عمل على أسس علمية صحيحة. الله يوفقكم، وانتم ما شاء الله عليكم يعني من خيرة الناس. يعني اليوم إذا نتكلم عن سعادة حمد بن حمودة، ولا نتكلم عن عبيد سعيد الطنيجي، ولا كذلك جزاك الله خير، أنت ما قصرت، وكل الأخوة اللي موجودين في النادي يعني ما شاء الله عليكم بياضوي. الله يطول عمرك يا رب العالمين، وما منكم مكسور يا أبو سلطان. نحن اليوم نكمل بعض، اليوم هاي منظومة طال عمرك، لا بد نتعاون ونجتهد كلنا فيها، حتى انتم كاعلام شركاء معنا في كل شيء. الله يوفقكم، الله يوفقكم ويسركم كل خير ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيكم، ما قصر، شكرا جزيلا. ابو سلطان، ونحن تحت الخدمه في اي سؤال، اي شيء تبغى استفسار عنا حاضرين. الله يسلمك. جميع الفرق الرياضيه ما تقصرون بالعكس، ودائما متواصلين ما شاء الله مع الاعلام وبشكل دائم. تامر يا ابو سلطان، هذا واجبنا طال عمرك وجزنا لعمل هذا الشيء. فإن شاء الله بإذن الله نترياكم إن شاء الله يوم الجمعة القادم إن شاء الله. بإذن الله، بإذن الله. كل الشكر والتقدير لك يا أخوي وتلفزيون الشارجة على اهتمامكم الدائم. الله يحفظك، جزاك الله خير. شكرا يا أبو سلطان. ما قصر، مشكور، حياك الله. بارك الله فيك. إذن سعيد مطر الطنيجي مشرف الفريق الأول لكرة القدم وكذلك للألعاب الجماعية بنادي البطايح.